إلى نوع آخر من الموسيقى، عضويتها تقتصر على الجنس الناعم فقط، لكنها آلاتها الموسيقية هي عبارة عن خليط متناغم من الشرق والغرب. إنها فرقة نايا الموسيقية الأردنية التي تميزت بفرداتها منذ نشأتها. لا وجود لذلك الأسمراني إلا في أغانيهن، فهذه هي فرقة نايا الموسيقية النسائية التي أثبتت بأن الأنثى قادرة على بث الحياة في المسارح الغنائية لوحدها، الأنثى التي لولا مخاضاتها الصعبة لما كانت الحياة. حبينا انه نثبت انه البنت مش ضعيفة بتشكيلات الفرق الكبيرة، يعني هي اوكي بتكون مثلا واحدة او تنتين او ثلاثة، هي مش ضعيفة موسيقيا عم نحكي، ولكن هي لما نحطها كمان بفرقة كاملة للنساء هي عم تبدع وعم بتطلع أحسن ما عندها وعم بتطلع إشي كتير حلو. فكرة نايا هي فكرة موسيقية بتحافظ على تراث العام، تراث بلاد الشام بشكل عام وتراث الأردني، فصرنا ندور مثلا إيش في مثلا أغاني أو قوالب تراثية أردنية مثلا مش معروفة، كنا إحنا عم نتقصد تكون إشي مش معروف. والله اعتقد شغله غريبه وجديده، لانه اعتقد حتى الوطن العربي كله ما في فرقه متكامله من البنات الصبايا الحلوين اللي زي اللي شفناهم. رائعه 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 رائعه، بتجنن، كثير حلو. وهي شفنا المحجبات والغير محجبات، هذا كثير لفت انتباه ناس كانوا قاعدين جنبي. فرقه نايا كان لها من اسمها نصيب، فنايا باليونانيه تعني الجديده، وباللغه الهنديه هي الرئيسه والقائده. وهن فعلا من قدن حفلا موسيقيا من ألف أنوثته إلى ياء يوم تحتل به الأنثى مكانتها من جديد. الفن، الموسيقى، وترانيم الألحان، ودندنات الأغاني قد لا تدق على الوتر الحساس إلا إذا لامست إحساسا مرهفا كإحساس الأنثى التي شكلت نصف المجتمع وغنت لنصفه الآخر لغة من أرقى لغات العالم. عماد رضاي، الـ NBC، عمان. إليكم أبرز ما جاء في هذه النشرة.